السلام عليكم. بعد أن تعلمت شلون أوجد معادلات الحركة لهذا النظام باستخدام قانون نيوتن الثانية، راح أتعلم شلون أوجد معادلات الحركة لنفس النظام باستخدام طريقة أو معادلات لاغرانج. معادلات لاغرانج تتطلب مني أن أوجد الطاقة الحركية. الطاقة الحركية لهذا النظام هي شنو؟ نصف IO1 بالنسبة لمن؟ للبندول الأول، في ثيتا دوت 1 الكل تربيع، زائد الطاقة الحركية للبندول الثاني هي نصف IO2 في ثيتا دوت 2 الكل تربيع، طالما انه هذا يتحرك حركة دورانية وهذا يتحرك حركة دورانية. نجي على الطاقة الكامنة. الطاقة الكامنة راح تكون انه للبندول الاول هي نتيجة الارتفاع، نتيجة يعني البوتنشال انرجي ديو تو جرافيتي، هي الوزن ام 1 جي في الاتش، الاتش اللي هو ال في 1 ناقص كوساين ثيتا 1. اتمنى ان نراجع الطاقة الكاملة للبندول البسيط بالنسبة للسنجل ديجري اوف فريدم، زائد بالنسبة للبندول الثاني راح يكون عندي الطاقة الكاملة ديو تو جرافيتي نتيجة الوزن هي ام 2 جي، الوزن في شنو؟ في ال H، ال H اللي هو L في 1 ناقص كوساين ثيتا 2. بقى عندي طاقة كامنة المن؟ اللي هي نتيجة الإلاستيك إنرجي المن للنابل، اللي هي ايش راح تساوي؟ نصف ال K في مربع الإزاحة، نصف ال K في مربع الإزاحة، طبعاً إزاحة النابل هي ايش راح تكون؟ X1 ناقصاً X2، واللي هي تساوي A ثيتا 1 ناقصاً A ثيتا 2 الكل تربيع. معادلات لاغرانج تتطلب مني انه اكتب هاي المعادله، هي اللي هي دي اوفر دي تي بارشل تي بارشل كيناتيك انرجي على بارشل كيو دوت اي ماينس بارشل الكيناتيك انرجي على بارشل كيو اي، زائدا البارشل بوتنشال انرجي على بارشل كيو اي ايكوال زيرو. هاي شو وقت تختصر هذه المعادله بهذا الشكل؟ قد ما تكون لا النظام اندامس مبي تخميد وماكو قوة خارجية، فتكتب بهذا الشكل. على مود اوجد المعادلة الأولى لازم اشتق بالنسبة لمن لثيتا 1، فأحتاج partial t على partial ثيتا دوت 1، ايش راح تساوي لي؟ اشتق هذه بالنسبة لثيتا دوت 1 راح تساوي لي IO1 ثيتا دوت 1، طبعا اللي هي 2 بالنسبه مشتقه هذه بالنسبه للثيتا دوت 1 هي 2 ثيتا دوت 1 والاثنين تروح ويا النصف، هذه مشتقتها بالنسبه للثيتا دوت 1 تساوي صفر. زين، بعد شو احتاج؟ احتاج مشتقه هذه بالنسبه لمن؟ للزمن، فاحتاج دي اوفر دي تي لمن؟ بارشل تي على بارشل ثيتا دوت 1، ايش راح تساوي لي؟ اشتق هذه بالنسبه للزمن راح تساوي لي اي او 1 ثيتا دوت صفر ثيتا دبل دوت 1. احتاج البارشل كينيتيك انرجي بالنسبه لمن؟ بالنسبه للازاحه. هنا الاحظ انه الطاقه الحركيه ليست داله للازاحه، فبالنتيجه هذه راح ما احتاجها، راح تساوي لي صفر. اذا احتاج هسه شنو؟ مشتقه البوتنشال انرجي بالنسبه للازاحه، فاشتق البوتنشال انرجي بالنسبه لمن؟ للثيتا 1. لا طالما انا اريد المعادله الاولى فراح اشتق شنو؟ للثيتا 1. زين، مشتقه هذه بالنسبه للثيتا 1 ايش راح تساوي لي؟ ام 1 جي في ال، مشتقه الواحد صفر، مشتقه الكوساين للثيتا 1 هي شنو؟ ساين، سوري سالب ساين، ولانه هي مضروبه بالسالب فالصين موجب. اذا مشتقه السالب كوساين هو ساين ثيتا 1. هذه مشتقتها ام 2 جي ال في 1 ناقص ام كوساين ثيتا 2 بالنسبه للثيتا 1 شو تساوي؟ صفر، لانه مو داله للثيتا 1. بقى عندي مشتقه هذه نصف كي اي ثيتا 1 ماينس اي ثيتا 2 الكل تربيع بالنسبه لمن؟ للثيتا 1، فشو تصير؟ زائد الاس المشتقه ايش راح تكون؟ هي الاس مضروب بالنص يصير 1، الاس في القوس اللي هو A ثيتا 1 ناقصا A ثيتا 2 الأس في القوس في مشتقة داخل القوس، مشتقة داخل القوس بالنسبة للثيتا 1 ايش راح تكون؟
تكون أي ثيتا 1 مشتقتها بالنسبة لثيتا 1 هي مضروبة شنو؟ في A. هذه هي مشتقة الطاقة الكاملة بالنسبة لمن؟ للثيتا 1. هسا إذا أريد المعادلة الأولى فش راح أحتاج؟ راح أحتاج هذه زائد شنو؟ يعني هذا البارت زائد هذا البارت. فإذا إذا أجمعهم إيش راح أحصل؟ راح أحصل على المعادلة الأولى. إيش راح يكون عندي؟ المعادلة الأولى تساوي I O 1 ثيتا 1 دبل دوت زائد زائد M 1 G L ساين ثيتا 1 بالزوايا الصغيرة شو تصير؟ الساين ساين ثيتا هو ثيتا فصير M 1 G L ثيتا 1 زائد K. هذا ايش راح تصير؟ بعد أن استخرج الـ A عامل المشترك تصير K A تربيع ثيتا 1 ناقصا ثيتا 2 تساوي صفر. هذه هي المعادلة الأولى. هذه هي المعادلة الأولى. هسا إذا أجي أريد المعادلة الثانية إيش راح أشتق بالنسبة لمن؟ على مود أحصل المعادلة الثانية فلازم أشتق للإحداث الثاني. إذا أريد المعادلة الأولى أشتق للإحداث الأول اللي هو ثيتا 1، إذا أريد المعادلة الثانية فلازم أشتق بالنسبة لمن للإحداث الثاني اللي هو ثيتا 2. فهنا أحتاج partial t على partial ثيتا دوت 2. هاي إيش راح تساوي بالنسبة لثيتا دوت 2؟ شو تساوي؟ 0. فإذا أشتق هاي بالنسبة لثيتا دوت 2 شو تصير؟ تصير 2 ثيتا دوت. فالاثنين تروح بين صفر تصير I O 2 ثيتا دوت 2. بعدين اشتق هذه بالنسبة لمن؟ للزمن. اي بمعنى اشتق هذه بالنسبة للزمن شو تصير؟ اي او 2 في ثيتا دبل دوت 2 او 2. بعدين شو احتاج؟ احتاج مشتقة البوتنشال انرجي بالنسبة لمن؟ للثيتا 2. طالما اني مثل ما قلت احتاج المعادلة الثانية. فإذا اشتق هذه بالنسبة للثيتا 2 هذا ايش راح يساوي؟ البارت هذا يساوي صفر لانه هذا ليس دالة لثيتا 2. هذا ايش راح يساوي بالنسبة لثيتا 2؟ راح يساوي M2 مشتقة M2 GL مشتقة الواحد صفر مشتقة الماينس كوساين ثيتا 2 هي ايش تصير؟ تصير ساين ساين ثيتا 2. زين هذا شنو مشتقة بالنسبة لثيتا 2؟ هو الأس مضروب بالنص فيصير واحد الكي في القوس اللي هو اي ثيتا 1 ناقصا اي ثيتا 2. في مشتقة داخل القوس، مشتقة داخل القوس بالنسبة لثيتا 2 هي شنو؟ ماينس اي ماينس اي. فايش يصير عندي؟ هذا الزائد يصير ماينس اي ماينس اي. هسه إذا أريد المعادلة الثانية فلازم أجمع هذا البارت ويا من؟ ويا هذا البارت. فشي يصير عندي I O 2 ثيتا 2 دبل دوتس زائد هذا شو يصير؟ زائد M2 G L ساين ثيتا 2 للزاوية الصغيرة شو يصير؟ ثيتا 2 ناقص K. بعد أن أسحب الأي عامل مشترك وأضربه بالأي شو يصير؟ ناقصا K أي تربيع ثيتا 1 ناقصا ثيتا 2 ويساوي صفر. هذه ايش راح تكون؟ هذه هي المعادلة الثانية. هاي المعادلة الأولى وهذه هي المعادلة الثانية. بعد أنه من جمعت هذا البارت زائد هذا البارت هذا البارت زائد هذا البارت وأساوي إلمن للصفر فأحصل المعادلة الأولى والمعادلة الثانية. هنا أنا حصلت المعادلة الأولى والمعادلة الثانية للنظام باستخدام طريقة لاغرانج اللي أتمنى أنه تقارن هذه المعادلتين مع طريقة قانون نيوتن الثاني ولازم تكون متشابهات. شكرا جزيلا.